معشر السامعين حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه لسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير بونشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا دير ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج ومحول، الان اصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد اهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد. يا معشر مدريد، هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني قرار واعتراف. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد. أما جمهور الكرة بصراحة ما يرحمش، أهداف يطلعوك على العناق وكرة على العارضة وبطولة ضاعت وانت ما ضيعت بطولات يا دون، يرمونك من الشباك. على ذاكرة الجماهير القصيرة، على ذاكرتكم المريرة. الراجل اقوى هداف في تاريخ الشامبيونز، هدافهم التاريخي في الكلاسيكو، هدافهم التاريخي في الديربي، اكثر لاعب اعطى اسيست في تاريخ الابطال، صار الهداف التاريخي لهذا العملاق والمارد الابيض. ماذا تريدون اكثر؟ هدافهم في كاس العالم، هدافهم في الكوبا ديل ري، ماذا يريدون اكثر؟ في بعض الاوقات هناك مثل يقول لك تطيح البقره تكثر سكاكينها. على السكاكين.